اضحك يا صاحبي شوية، اضحك 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 يا صاحبي، مالك يا صاحبي المغرب؟ اش دار لك المغرب؟ المغرب راه بخير وعلى خير. شو الزناقي كلهم الحمد لله شتيوا طاحت. اش طاحت؟ انا غادي دابا ستاسيون ديسونس نعمر المازوت. انا في كارتي كاينين بزاف لي ستاسيون ديسونس، كاين وينكسو، كاين توتال، كاين بتروميم، كاين بتروليوم، كاين توتال انرجي، كاين شال، وكاين بزاف لينكسو ما، وكاين العجب ديال لي ستاسيون ديسونس. وشت زرتو لي الاخوه ديالي اللي كعزاز عليا ديال الجاليه المغربيه في اوروبا، زرتو لي على انه هناك سيرتو فرا فرونس بعدا، وراو لي لي كوف لي ستاسيون ديسونس وما كانش ليسونس المازوت، وراو لي اضرابات، وراو لي لي زوتوروت مبلوكين. وكي انا غادي ندخل ستاسيون ديسونس، ها هو داك هادي وينكسو مثلا 14.05 لو لتر ديال ليسونس، و 13.05 لو لتر ديال سميتو لو لتر ديال لو لتر ديال الاخر. دابا انا غادي نعمر المازوت، والعمال اللي كيخدموا وكنحييهم وكنحترمهم وعزاز عليا اللي خدامين 24/24 لي ستاسيون ديسونس، وانا راني في ستاسيون وينكسو دابا كنعمر المازوت. وسولت الاخ واش المازوت، قال لي موجود المازوت، موجود الغازوال، واش كاين هادشي موجود اخويا؟ تبقى تعمر معنا حتى الغدا في هذا الوقت وما تخويش صافي بلا ما نتخلعوا بلا ما والو. سيتيرنا فيها 24 طون وديما عامره. شحال شحال فيها سيتيرنا؟ 24 طون. 24 طون سيتيرنا ديال المازوت، 24 طون، وكاين ثلاثه ديال سيتيرنا ديال المازوت وحده يصاحب. تبارك يعني الله. يعني ما كيخوى عمرو ما عمر تجي لهنا وما تلقى السلعه. وشحال كاين من شركات ديال لي ستاسيون؟ كاين وينكسو، كاين توتال، كاين وينكسو، كاين افريقيا، كاين موبيل، كاين سميتها شيل، كاين كاين هذيك الاولى جديده. وكاين واحد الشركه اسبانيا يلاه دخلت هذا الشهر الماضي. والمازوت موجود الماء. قلت لك ماشي هي ستاسيون فيه ستوك. عاود عمر. تبارك الله عليك. وكتعجبني في الكراغليه. الله يحفظك، الله يحفظك، بارك الله فيك. ايوا نضحك شويه، نضحك نضحك نضحك. حنا كنعطيو، حنا ما جايينش هنا باش نقول لك راه ما بقى ما يدار، ما بقى والو. شوف لوروب، اوروبا 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 واحله في المازوت. لوروب فراسك واحد القضيه، كتوقف في ستاسيون، كتوقف في ستاسيون هو اللي دار المازوت. هي درتو في الكونغو الطوموبيل الاخرى. شوف انتو، شوف انتوما رجال كتخدموا 24/24 وكراس على الفضل ديالكم باش الامور غاديه مزيان. انتوما ماشي فنيانه ولا شي حاجه، وكنحييكم. انت الطوموبيل يمسحوا لك الطوموبيل، يمسحوا لك بار بريز، تكون مضبه ويغسلوها لك. مغرب هذا صاحبي، تقول لي اش غتعطيهم؟ غتغنيهم؟ راه سي لو جيست كي كونت وصافي. الفو واتر جينيرو بهاد المسائل. انت في اللافاج نقي فين تغسل الطوموبيلتك، راه ماشي راه يمي غير دير لهم بيبليسيتي والله القسم بدون مقابل، لانهم كيخدموا رجال. اضحك يا صاحبي شويه، اضحك اضحك. قال لك المغرب لاكو ما عندناش، حنا ممنوع لاكو، حرام عندنا لاكو. اضحك شويه، اضحك 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 اضحك. اما انا كيبني وكيطلعوا شويه، تبان لك سالي ستاسيون ديسونس موجودين. راكم سمعتوا دابا، سمعتوا دابا شنو كاين، سمعتوا اش كيقول لك؟ قال لك كان الالاف ديال لي ستاسيون البراني والداخل، الشركات مغربيه واجنبيه، كل شيء وكل الخبز وكل شيء خدام الحمد لله. وهادي واحد ستاسيون، هادي راه ماشي ديك ستاسيون دو لوكس ولا عادي، ولكن نقيه بروبر. اضحك اضحك يا صاحبي، اضحك اضحك. تحيه للمغاربه عبر العالم، ما تخافوش على بلادكم والله القسم الا شتي المغرب. راه كنقول لك المغرب الثروه ديالو هما المغاربه، ني بلوس ني موان. ما تقول لي لا هادي ولا هادي ولا هادي، سمعتيني؟ الثروه ديال المغرب هي المغاربه، الرجال. وانا كلشي كنشجعهم، نشجع الفلاح، نشجع البناي، كاع اللي كيخدم وكيحرش يديه بتماره ويفيق الصباح ويقول لي توكل على الله نوض يخدم، بالنسبه لي مغربي حر. وكاع اللي شاد ليا القنت وما يفيق حتى ل 11 ويبقى يسب في البلاد، ولا يشد ليا واحد الويفي يبقى يسب في بلادو حيت هو ما وصلش وكيبغي ديك السلبيه ديالو، داك العجز ديالو، داك الاخفاقات ديالو،
يبغي يزرعهم في الشباب يزرعهم في الاخر فهمتي. وبعد واحد الملاحظه بغيت ندير هذاك وزير الثقافه يجمع راسو شويه معنا، سمعت يجمع راسو شويه معنا، راحنا دوله راحنا امه عندها 13 قرن، ماشيش اليوم في فرنشة عين يبدل لنا التقاليد والاعراف والعادات ديالنا والحشمه ديالنا والمسائل. يجمع راسو، وهذاك السوري اللي راه عنده مستشار يجري عليه، يجري عليه هذاك، راه فيديوهات كينتقد فيه الملكيه وانتقد فيه الحسن الثاني الله يرحمه وانتقد فيه بزاف الامور وانتقد فيه الملك. ها هذه اذا كنحييكم. شوف تقول لي المغرب ولا ماشي المغرب، المغرب ما كانش بحاله صافي يلاه طلع. ضحك ضحك ضحك، انا كنضحك معاك، ضحك ضحك ضحك. اضحك اضحك شويه، اضحك اضحك. سير تشوف المغرب، المغرب بالنسبه للمغاربه اي سون شونسو، عندهم الزهر. علاش؟ كاين واحد شريحه كبيره في المغرب اللي هي فيها الرجوله وكتخدم وما كتسولش، فهمتي؟ ما كتسولش علاش وكيفاش، وكتضرب تماره وكتدخل للدار العشيه كدوش كتشعل التلفازه تفرج ماتش ولا دير شي حاجه، ما خالقه مشاكل ما والو، كتقلب تنمي المستوى ديالها المعيشي، تنمي تبدل تطلع سوسيالمون، تنمي الوضعيه ديالهم. اما الناس الرجاله هادو بالنسبه لي انا هادو سي دي زوم اللي خدامين، هادو دي زوم، هادو يقول لك لا حقا. ما تشوف راه الحمد لله المغرب، والله القسم الى المغرب، ومازال غادي نزيدوا لقدام ان شاء الله مازال، رغم ان المصاريف اللي تفرض عليهم الجزائر، فرض علينا الجزائر بهذه الحرب القادره اللي فرضها علينا، وهاد كيما نقولوا هاد التبرزيط، هاد الدبانه المبرزيطه، لان يعني الدبانه راه ما كتقتلش غير تبرزط، راه عندهم ما يصوروا منا، ما يصوروا منا، ولكن راه حنا غاديين وما غاديش نحبسوا. شوف انا كنقول لك واحد القضيه، جي عده مغاربه دويت معاهم وكيزيفطوا ليا دي زوديو، كيقول لك واخا تشوف المغاربه ما ردينش البال ومي كاين، قال لك والله العظيم وتنوض شي حاجه الى كل شيء تشوفه مجموع باش يدافع على هاد البلاد. كيما كان امازيغ كاع الامازيغ من البربر من الريف من الاطلس من الزغنغن من القنام من القلاعم بني زناسن من الشلوح من السواسه من العروبيه من الفواسه من اليهود، لان كاين اليهود مغاربه كيما كان، وكل شيء غادي ينوض يدافع على هاد البلاد. وهذا هو السر، هذا هو السر صمود هاد المملكه هادي 13 قرن، لان وقت صح المغرب يزيد. ها انت ستاسيون دي سونتك هذيك هي خاويه، موتور واحد كيعمر المازوت، ها هو هذاك موتور، شتيه موتور كيعمر المازوت. الحمد لله اخويا على هاد البلاد هادي، الحمد لله المغرب راه، المغرب راه والحمد لله على هاد الامطار، ونتمنى مزيان من الامطار. وشكرا لجميع المغاربه، وشكرا على المراسلات، وشكرا على لي فيديو اللي كتزيفطوا ليا، وشكرا على لي زوديو على الشهادات ديالكم. هذوك الشهاده ديالكم راها كتزعمني وكتبين لي ان هناك، عكس ما يروج له اعداء الامه واعداء المغرب، على ان هناك الشعب راضي وسعيد بالنظام الملكي وعاجبه النظام الملكي، ولا كيعرف القيمه ديال الملكيه اكثر فاكثر، ولا كيعرف القيمه ديال الملك ديالو اكثر فاكثر، ولا كيعرف القيمه ديالو حتى هو، القيمه ديالو اش كيسوى هو، واللي جاي راه احسن من اللي مشى، واللي جاي راه احسن من اللي مشى، والله القسم الى المغرب مازال يزيد. رغم كنقول لك، رغم انه ماشي نقول لك الاكراهات، انا نقول لك لا، رغم ان هاد المشاكل اللي كاينه من الستينات، راه كنت كندوي انا صافي لونطون، كنت كنبان غريب، كنبان عندي واحد الحوار مونولوج كنهضر مع راسي. اليوم الناس كلها ولات عندها نفس الفكره. هات شوف هذا ليفرور ديال البوطه، ها هي هادي 05 20 500، يجيب لك البوطه حتى للدار، ها هي هادي، ها حتى للدار يجيب لك البوطه، ها هو هذا، سبحان الله العظيم كيجيك الدليل تال عندك. ها شوف توصلكم حتى للدار، توصلكم حتى للدار، توصلكم حتى للدار. رامي كلاكسوني عليا بحيث وقفت راه، توصلكم الموطا حتى للدار. كاين شي بلاد بحال هادي؟ ما كاينش، كلشي كاين، اللي تقلب عليها تلقاها. علاش؟ 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 هناك سياسة حكيمة، سياسة ملكية، وهناك الشعب اللي كيخدم، راه كيغيروا من المغاربة، المغاربة كيغيروا منهم. علاش؟ لأنهم شجعان وكيخدموا
وكيغيروا منهم يبغيهم في العالم كامل. كيقول لك العبيد هما اللي يخدموا، حنا ماشي عبيد، حنا عبيد العمل، حنا عبيد العمل، فهمتي؟ قال لك العمل عبادة، سمعتي؟ وحنا من عبيد العمل، نعبد الله اولا ونعبد العمل، حنا كنخدموا. انت واخا تشوفني انا دابا كشاد شاد البورطابل وكنصور، انا جو ترافاي، جو ترافاي وعندي رونتابيليتي وخالق مناصب الشغل وندي ضرائب كثيره وفهمتي، ونساهم في عده امور، ولكن هذا الشيء ما كنبينوش. انا عندي كونسيبت ديالي، هي المغربي يتيق في راسو، يتيق في بلادو، يتيق. لا را لا را لي زوروبيان باش وصلوا ولي زاميريكان داروا الثقه في بلادهم وخداو الافتخار ببلادهم وكيفتخروا بالعالم ديالهم، كيفتخروا بالامه ديالهم. وحنا كذلك خص تكون عندنا نفس العقليه، يكون عندنا افتخار بالبلاد ديالنا، ماشي غير توقع لي مشكله مع مقدم ولا مع قايد ولا مع بوليسي ولا مع طبيب ولا مع مستشفى النوض نعاو عاو 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 عاو. لا، المغرب فيه ما يدار وفيه الناس زينين، والاغلبيه ديال المغاربه 99.99 ناس مزيانين، ناس كيما يقولوا ناس ملاح، ناس مزيانين ما كيضروش. ونقول لك كاع نزيد قضيه اخرى كاع، فين عمر هذا المغرب ضر الجزائر؟ خلينا بدوك الخراخيخات اللي كيحكيوهم امير عبد القادر بوخوص وقبل الميلاد و 1700 ولا 1848 ولا 1800، تخربيق ديال الخلاضر امهم والكذوب. راه المغرب عمرو ضر بالجزائر، والجزائر دائما ضرت بالمغرب. ايوا انا فين كاينه لا ديفيرونس، هنا فين كاينه لا ديفيرونس. انا ندير فيك الخير وانت كدير فيا الشر. خلال الحسن الثاني قال ليه ندير فيه الخير واخا يدير فيه الشر، ندير فيه الخير واخا يدير فيه الشر، الله يرحمه، حتى خيري يغلب شره، حتى الخير ديالي يغلب الشر ديالو. فعلا الخير ديالنا غلب الشر ديالهم، يعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف الحاله كي دايره، شوف الحاله، حتى فرنسا ولا فيها لاكو والمضاربه، المضاربه على ستاسيون دي سون، السبان والمعيور. والله ما نقدر ندوز لكم لي فيديو، والله السبان والمعيور بونيه بونيه في لي ستاسيون دي سونس. هذه لا فرانس، شو المغرب، المغرب كي داير. تحياتي لكم. لا لا خصني ضروري ضروري نبرد، راه والله العظيم ما كنفيقش براسي، بالله والله العلي العظيم كنبغي نهضر شويه ولكن كيطلع لي الدم بعض المرات، كيبغيو ينشروا المغالطات. راه المغرب، راه المغرب ما عنده لا غاز لا بترول، عنده الرجال. سون غاز ني بترول يا دي زوم، سون غاز ني بترول نو زافون دي زوم، سون غاز ني بترول نو زافون دي زوم. تبارك الله عليكم. اضحك اضحك اصاحبي شويه، اضحك 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 شويه، نو زافون دي زوم اصاحبي، اضحك شويه، اضحك. تلقى نقيين، المحلات نقيين، المغربي نقي. بنادم هذوك اللي دايرين لاكو صاحبي قهويين كاملين، اللبس ديال 1914 لابسينو، وحق الله العظيم اللي كتشوف فيهم كيبان لك ما نعرفش، والله العظيم ما كتفهمش واش هاد الناس عايشين في القرن 21 ولا 22 ولا القرن 14. المهم ندوزو البنك نقضيو اغراض ديالنا. ودي تدخل لابونك ما كتفوتش فيها دقيقه تقضي غراضك. شو البوطه يمشي تشوفها، يقول لك المغرب المغرب. ها هو انا في الطوموبيل تلاقيت مع اصحاب البوطه غير هما. كارفور هنا، قال لك كيشوفني ندخل ليه السوبر ماركت كيقول لي ما كاش اللي كيتقدى، ما كاش اللي كيتقدى، واش انت شغلك مول المحل باغي يخسر؟ تا مراد ما عقلكم ولا مالكم. انا دابا لو كان السوبر ماركت ما كيبيعش السلعه ديالو، راه حال بعدا هذاك مارجا اللي كنمشي ليه هنايا ديال كاليفورنيا، حال نقول لك في لي زاني، في لي زاني 80، في لي زاني 80 باش حل هذاك المارج، هذاك مارجان في لي زاني 80 باقي حال وباقي الزعام فيه وكلشي. حنا ما عندناش لا فوبيا وما عندناش الخوف ديال ان السلعه تقادة، فين مقتاش ما خرجنا نلقاو السلعه. اضحك اضحك. وقتاش ما خرجنا نلقاو داكشي نقلبوا عليه، انا با دو بروبليم دا بروفيزيونمون، انا با دو بروبليم دا بروفيزيونمون، ما عندناش مشكله. تبارك الله عليكم، وديما مغرب. وكاش نقول لكم سون غاز ني بترول نو زافون دي زوم، سون غاز ني بترول نو زافون دي زوم، لا غاز لا بترول عندنا رجال، لا غاز لا بترول عندنا رجال اللي خلقوا المال. تبارك الله عليكم.
تحياتي وشكرا للفيديوهات اللي كتزيفطوا صراحة. كنفتخر بالمغرب والمغاربة خدامين طبخة نو بارلا نو ابلا موتشو. تبارك الله عليكم. اوبا للقاء.